السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه بيم سينك. موقع بيم سينك هو عبارة عن موقع بتقدر تشارك الملفات البيم من خلاله. كل اللي انا عملته ان انا دخلت على الموقع وقلت له ساين اب، فبدأ يديني حساب لمشروع واحد بس. عايز اكتر من مشروع يبقى هتشتري حساب. فقلت له نيو بروجكت ورحت عامل حساب مشروع جديد سميته بيم اريبيا بالشكل دوت. طيب انا عايز ارفع موديل، هقول له بلس وهكتب اسم الحاجة مثلا بيم اد موديل، تمام. وهنا ممكن ترفع بقى امبورت، وخلينا نختار ملف اي اف سي يكون حجمه معقول عشان ما نطولش في الموضوع. خلينا نرفع بام بروم، بيقول لي اكتب كومنت سبميت، فهو بيبدأ يعمل له معالجة، تمام. تقدر تعمل الملف دوت نيو موديل، ترفع موديل فيه ابديتد، ممكن تعمل له اكسبورت، تمام، للملف دوت. طيب خلينا نشوف الملف اللي احنا عاملينه اهوت، تمام. عايز انا اشوفه ك 2D، هيبدا يظهر معايا ب 2D بالشكل دوت. تقدر تشوفه ك 3D بالشكل دوت، تمام. تقدر تنقله زي ما انت عايز، تقدر تعمل له داونلود لو انت حابب، تمام. هتحمله كاي اف سي. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اوبجكت بيكر، لو ان انت تدوس سبيس مثلا، وهنا طبعا ده بيديك ادوات مساعدة في ان انت تعمل زوم على جزء معين، او ان انت تعمل سيلكت على حاجة معينة. عايز لو في اكتر من ليفل يبدأ يوريك الليفلات اللي موجودة. ممكن هنا تقول له انا عايز اشوف 2D بس او 3D، ده 2D هوت وده 3D هوت، تمام. وهنا شو سيلكت، ممكن تقول له شو سيلكت. هنا تقول له ميك اذر، بيخلي بقى كله شفاف ما عدا الجزء اللي انت عامل له سيلكت. يعني ممكن مثلا ايه، خلينا نقول له هايد اذر، تخفي كل الحاجه غير اللي انت عامل عليها سيلكت. عايز تظهره ما تدوس هنا، هيبدا يظهر لك المشروع ككل. ممكن تقول له انا عايز اشوف الشجره بتاعه المشروع بالشكل ده، كل حاجه بتقف عليها بيبدا يعمل عليها هايلايت بالشكل دوت. هنا بقى بيبدا يعمل لك انسبكت وكونتك اوف للعناصر كلها. كل واحده الاوبجكتات بتاعتها ومعلومات عنها، حصر كامل لكل حاجه في المشروع. وهنا دي ادوات بقى القياس، وممكن اعمل مشاركه للملف دوت، تمام. نبدا نشوف مين اللي ممكن يبعت له الايميل دوت، واقول له بليز ريفيو ذيس كونتنت ان ذا بيم سينك، افحص الموديل دوت. طيب هبعت نفس ايميل سنت. طيب هنا هتلاقي الداش بورد بيقول لك بقى ايه الحاجات اللي فيها مشاكل وايه الحاجات اللي اتحلت وهكذا. عندي حاجه اسمها البي سي اف، ده ملف ما فيهوش حاجه غير الايشو او الكومنتات والحاجات ديت. بدل مثلا ما انا ابعت لك ملف مساحته مثلا 100 ميجا، فانت تعمل لي كومنتات عليه وتبعته لي يبقى مساحته 100 ميجا برضو، لا، ده انا ممكن اعمل الكومنتات كلها في نص ميجا، حاجه صغيره خالص، تمام. فتفتحها لي ويبدا يشوف ايه الملحوظات اللي موجوده. بوك مارك، ممكن نعمل بوك مارك هنا اهوت، بياخد الصوره ديت ويبدا يحطها، وتقدر تحط ديسكريبشن بحيث ان احنا نسهل على نفسنا اثناء المناقشه، ان انا مثلا كل حاجه شفتها اعملها، فيبقى سهل جدا ان احنا نبدا نشوف الحاجات. بيقول عايز تعملها برايفت ولا شير وذ بروجكت، زي ما انت عايز. طيب هنا ممكن برضو تحط ايشو بي سي اف زي ما انت عايز، نيو ايشو، فتبدا بقى تدي بقى ايه وصف للمشكله، اكس مثلا الايشو بورد بي سي اف الاوبن ولا ايرور ولا وورنينج، لوكيشن ماركر، بيقول لي حط اعمل في ال 2D اهوت، مين المفروض يحلها، وصف للمشكله، الكومنتات وهكذا، سبميت.
مايلستون، فتبدأ تكتب بقى مايلستون مثلا وديسكريبشن وتاريخ معين للماركستون دول، الليبل تقدر تحط ليبل زي ما انت عايز. هنا تقدر تضيف اكثر من شخص بقى معاك في المشروع بحيث ان هم يراجعوا معاك المشروع. دي نوتيفيكيشن، اي حاجة محتاجة فيها نوتيفيكيشن هتبدأ تظهر معاك هنا، تبدأ تظهر الرقم بتاعتي تمام، بيقول لك من لسه مفيش ولا نوتيفيكيشن موجود. ودي الاعدادات بقى، لو انت عايز مثلا ترفع صورة خاصة بالمشروع هنا، عايز تغير الاسم، عايز تغير الوصف، عايز تلغي المشروع دوت، عايز تحدد الصلاحيات وهكذا، تبقى موجودة عندك هنا في قلب السيتنج. وهنا لو في اي ابديت تبدأ تظهر عندك هنا، اي ايميلات تقدر تشوفها من خلال ريسنت ابديت. ده الحساب بتاعي.